هذا نادي قبس الدورة الثالثة، موجودة هون في مبنى المكتبة في جامعة فلسطين التقنية خضوري، تحت مع مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية. طبعا هذا المعرض بيشمل عدة كتب، طبعا زاد عدد الكتب عندنا أكثر من 1500 موضوع، أكثر من 5000 كتاب، مواضيع كثيرة ومعينة، سياسة، فلسفة، دين إسلامي، حتى خانة أطفال. بالإضافة هذا الفصل زدنا خانة فلسطين أو زاوية متحف فلسطين بالتعاون مع المتحف. قبس ثلاثة عندنا حوالي 1500 عنوان وما يقارب 5000 كتاب، ضفنا زاوية جديدة اللي هي زاوية التراث، ضفنا زاوية للأطفال مميزة، وحطينا طلاب كمان اللي يقرأوا للطلاب ويشجعوهم ويحاولوا يعطوهم خيارات كيف يختاروا الكتاب المناسب، كيف يختاروا الإشي اللي بشجعهم إنهم يكملوا في القراءة. على هامش المعرض كمان عملنا 3 فعاليات نوعية راح تكون إن شاء الله في اليوم الأول اللي هو غدا إن شاء الله، راح يكون ندوة شعرية لطلاب من عندنا من الجامعة كمان حتى نشجع الطلاب ونشجع مواهبهم. اليوم الثاني راح يكون عندنا فرقة موسيقية من شباب وصبايا بدرسوا فنون، فكمان يعني نشجعهم على دراستهم ونشوف، وهي كمان فرقة ملتزمة وبتغني أغاني وطنية حتى نرسخ عند الشباب والصبايا تراثنا الحقيقي. ثالث يوم راح يكون عندنا فعالية عرض فيلم فدوى شاعرة من فلسطين للكاتب اليانا بدر. راح يكون هذا الفيلم يعني ما بيحكي بس عن فدوى كشاعرة، هو بيحكي عن التاريخ الفلسطيني من خلال شخصية فدوى توقان، حتى عن التاريخ في المنطقة العربية.